الجزائر والفيلق ديال العسكري البوليزاريو كانوا فرحوا بزاف بالقرار ديال المحكمة العدل الأوروبية، القرار اللي ناقشناه بكل التفاصيل ديالو في حلقة سابقة، لكن هاد القرار هذا رجع بنتائج سلبية بالنسبة للجزائر. يعني صدق أو لا تصدق، الجزائر خسرت الملايين ديال الدولارات باش تتابع القضية منذ 4 سنوات في محكمة العدل الأوروبية، وفي الأخر خرجت بنتائج عكسية وسلبية. يوم الاثنين البارح 7 أكتوبر 2024، البرلمان الأوروبي يصفع الجزائر وكيرفض إدراج مناقشات هذا القرار ديال المحكمة ديال العدل الأوروبية. سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع حاتم المرابي. كنتمنى هذه الحلقة هذه تلقاكم بخير وعلى خير. الأمور ما جراتش كيف ما بغات الجزائر، رغم خسارتها لملايين الدولارات ولجهد دبلوماسي وإعلامي كبير منذ 4 سنوات. من بعد القرار ديال محكمة العدل الأوروبية اللي كنذكره كيف ما قال المقاس الذهبي سيد نصر بوريطة بأن هذا القرار هو شأن أوروبي والمغرب ما تدخلش في المسار دياله، يعني كانت الجزائر حاطة أموالها ورفعت الدعوة القضائية وشادة مكاتب ديال المحاماة الكبار في العالم وخسرة فلوس بوصبع، والأوروبيين في المحكمة ديالهم. المغرب كما تدخل في هذه المسطرة ولا شأن له بهذا القرار هذا ولا يلزمه هذا القرار، هو ما كيعترفش بشي مؤسسة لا تعترف بمغربية الصحراء، يعني هو غير ملزم بهذه الاتفاقية كيف ما قال المقاس الذهبي. مباشرة من بعد هذا القرار خرجت كل من إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هنغاريا، فنلندا، إيطاليا، هولندا وبزاف ديال الدول الأوروبية خلقوا نوع من العزلة على المحكمة ديال العدل الأوروبية وقالوا لها احنا ما نفهميش معاك، احنا كنتفاهموا مع المغرب وندعموا الحكم الذاتي ديال المغرب وغادي نتعاونوا معه. واليوم تحول دراماتيكي جديد وصفعة جديدة لكل من الجزائر والرضيعة ديالها البوليزاريو أو الفيلق العسكري ديالها. البرلمان فاتح جلسات من 7 أكتوبر حتى 10 أكتوبر. في الجلسة الافتتاحية ديال اليوم 7 أكتوبر كان اقتراح من بعض البرلمانيين الأوروبي المحسوبين على اليسار واللي كياخذوا اموال بوصبع، ومنهم بعض البرلمانيين من فرنسا. داكشي اللي قلت لكم اخوتي العزاز، اغلبية الدول الأوروبية بصفة عامة ما كانش فيهم الثقة، وخاصة فرنسا راه كيعطيك وجه مثلا رسمي، واخا هو ماشي شي وجه نيت، ماشي شي اعتراف نيت بحال الاعتراف الامريكي، ولكن يحرك ضدك شي اعلام، يحرك ضدك شي مؤسسات، وما كاينش احسن من البرلمان الاوروبي. المهم بعض البرلمانيين ديال اليسار الاوروبي بصفة عامة قالوا بغينا نناقشوا هذا القرار ديال المحكمة ديال العدل الاوروبية بخصوص المغرب والاتفاق ديال الصيد البحري وديال الفلاحة. يعني الجزائر ماشي غير خسرت الفلوس فقط في القضية وفي المكاتب ديال المحاماة وفي الجهد وفي 4 سنوات والرشوة والإعلام وزيد وزيد، لا مازال كتخسر فلوسها مع هاد البرلمانيين. مع الأسف للجزائريين والجراروة، البرلمان الأوروبي دار تصويت على هاد الملاحظة، واش نديرو إدراج ديال هاد القرار ديال محكمة العدل في البرلمان الأوروبي ولا ما نديروش ليه الإدراج. داروا التصويت أغلبية البرلمانيين الأوروبيين جاوا من المغرب وقالوا لي لا ما نناقشوش هاد الموضوع هذا وما تناقش. هذا الرفض او عدم قبول ادراج هذا القرار ديال المحكمه ديال العدل الاوروبيه راه ماشي تصويت بروتوكولي عادي جدا، هو صفعه قويه جدا ضد الجزائر، لانه ما قيمه قرار ديال المحكمه الاوروبيه ما كيعترفوش بها اصلا الدول الاوروبيه وكيناقضوها وكيعترضوها، ومن فوق هذا القرار ما كيدخلش للبرلمان الاوروبي. البرلمان الاوروبي اللي نتوما عارفين الموقف ديالي منه، معروف انه بحال البورصه اللي كيدفع اكثر هو اللي كيقضي شغله، يعني ما كنتيقش فيه 100%، ولكن بما انها صفعه ضد الاعداء ديال المغرب فاليوم البرلمان الاوروبي حبيبي. هي صفعه قويه ورساله لكل من البوليزاريو والجزائر اللي حاولوا يعزلوا المغرب على المستوى الاوروبي بانهم في الاخر لقاو الجزائر هي اللي معزوله اوروبيا، هي وديك المحكمه الاوروبيه ديال العدل ديالهم اللي مشى معاهم في الخط. وشوف فين كنا وفين ولينا. وقلت لكم من الاول، قلت لكم بان هذا القرار هذا غيجيب نتائج عكسيه على الجزائر. داروا قرار باش يديروا عزله للمغرب، صدقوا هما اللي معزولين، خرجوا لينا بزاف ديال الدول الاوروبيه كتعاود تاكد على مغربيه الصحراء، وما كانش ممكن المغرب يخرجهم كلهم هكا في ضربه واحده. يعني اشاره واضحه وترويج كبير ومهم جدا للقضيه ديال الصحراء المغربيه. الاعلام هو يهضر على فنلندا، هو يهضر على ايطاليا، هو يهضر على فرنسا، هو يهضر على اسبانيا، هو يهضر على هولندا، كلشي الدول هادو كيعترفوا بمغربيه الصحراء. فين عمرنا كنا نحلموا بتغطيه اعلاميه ودبلوماسيه من هذا النوع هذا؟ كنا مره كنسمعوا شي دوله كتعترف وكيبقى الخبر منحصر على ديك الدوله بوحدها.
الجزائر بالغباء ديالها خرجت لنا كاع الدول يعاودوا تأكيد الاعتراف ديالهم بمغربية الصحراء. وشكون الدول؟ ماشي دول ديال جدريال في آسيا ولا في شي جزر ولا في إفريقيا غابرين، ولا راه دول أوروبية، دول عظمى ودول قوية كيأكدوا مغربية الصحراء. ومرة أخرى بغاو يعزلوا المغرب على المستوى الأوروبي، هو في البرلمان الأوروبي رفضوا أنهم يدرجوا هاد المناقشة ديال قرار المحكمة الأوروبية ديال العدل اللي هو قرار مهم للأوروبيين. يا إما غيخلي الأسعار كما هي حاليا، يا إما غادي يرتفعوا الأسعار وغيزيد التضخم ويزيدوا المشاكل ويزيد تفقير الشعب الأوروبي. كاين بعض المغاربة يقول لك ايه كيفاش تفقير الشعب الأوروبي، أنا ساكن في أوروبا والناس اللي ساكنين في أوروبا يقولوا لكم راه الأوروبي ولا كيمشي يشري جوج بطاطات مطيشة وشي تويشيات وبركة عليه، وكيحط واحد 15 ولا 13 أورو ولا 8 أورو ولا 10 أورو. شنو بغيتو ياكلو؟ ياكلو المرجان اللي دير لهم السكري ودير لهم السرطان، الله يحفظ المغاربة. نرجعو لموضوعنا غير باش نشرح لكم أخوتي العزاز مدى أهمية عدم إدراج هذا القرار ديال المحكمة ديال العدل الأوروبية في البرلمان الأوروبي وفي المناقشات ديالو. نعطيكم أمثلة ديال النقاط اللي درجهم في المناقشات ديالو. درج مثلا المواضيع على الساحة السياسية العالمية، مثلا المواضيع ديال الشرق الأوسط، ديال مشكلة أوكرانيا وروسيا ومشاكل أخرى مثلا السودان وغيرها. وداخليا داخل الاتحاد الأوروبي تكلم على هذه النقاط، تكلموا على مسألة الحدود. كانت ألمانيا وفرنسا خرجوا بتصريحات قال لك غادي نديروا الحدود باش نراقبوا الهجرة، واخا انه في مساحة ديال شنغن ما خاصش يكون الحدود. تكلموا على مشاكل السكن في اوروبا، تكلموا على الصحافه، تكلموا على الحقوق في كل من هنغاريا ومولدافيا، تكلموا على المشاكل الديمقراطيه في جورجيا، تكلموا على التدخل الروسي في مولدافيا، تكلموا على الدول اللي غادي ياخذوا مليارات ديال الدولارات كمساعده جراء داكشي اللي وقع لهم من الكوارث الطبيعيه. فغير بالعقل كتلاحظوا بانه هاد النقاط هادو كتهم الشعوب الاوروبيه، الحدود، الديمقراطيه، الصحافه، المساعدات ديال الكوارث الطبيعيه، داكشي ديال التدخل الروسي في بعض الدول الاوروبيه وغيرها. واش بان لكم طبيعي لان البرلمان الاوروبي يرفض مناقشه واحد القرار يهم الشعوب الاوروبيه اللي هو قرار كيهم السمك اللي كيدخل لاوروبا والمواد الفلاحيه اللي كتدخل لاوروبا من طرف المغرب؟ واش زعما لهاد الدرجه زعما هاد النقطه هادي غير مهمه بالنسبه للاوروبيين ويرفضوا ويصوتوا على انهم يرفضوا يدرجوها في النقاش ديالهم؟ هاد الصفعه اللي خداتها يوم الاثنين في البرلمان الاوروبي كل من الجزائر والبوليزاريو كتبين المكانه القويه والمهمه للمغرب بالنسبه للاوروبي. وراه ماشي غير على سواد العيون ديال المغاربه فقط، راه المساله فيها مقايضه، يعني المصالح ديالك عندهم والمصالح ديالك عندي. راه كون ما كانش المغرب فارض راسه بقوه على الساحه الاقتصاديه في الصناعة ديال السيارات، في الصناعة ديال أجزاء الطائرات، في السياحة، في الخدمات، في بزاف ديال الشركات أوروبية، إلا توقفوا الفروع ديالهم في المغرب كيوقفوا. بزاف ديال الخدمات كاينين في المغرب لشركات عالمية فرنسية، ألمانية، إسبانيا، إيطاليا وزيد وزيد. على المستوى الفلاحي، المغرب أكبر مصدر للاتحاد الأوروبي ديال الخضر والفواكه، ينافس إسبانيا وكيتفوق عليها. يعني ماشي حبا في المغاربة رفضوا، ولكن عارفين بأنهم غياكلوا العصا الى منعوا الاتفاقيه ديال الصيد البحري اللي اصلا هي ما مسلكناش، اللي كيف ما شرحنا كناخذوا جوج دريال فيها، يعني ما عندهاش شي قيمه ماليه كبيره باش هما يحاولوا يديرونا فيها الابتزاز. راهم فهموا مزيان الدرس من يسمعوا البلاغ ديال وزاره الخارجيه كيفاش كان قوي وكيفاش هددهم وقال لهم هذا الامر هذا كيعني الاوروبيين ما بغيتوش يجددوا، الله يعاونهم. اوروبا ما يمكنش تستغني على المغرب لا في المستوى الفلاحي ولا على مستوى الصيد البحري ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى ديال الخدمات وحتى على المستوى السياسي والدبلوماسي والامني. واش الناس تيناقشوا موضوع ديال الحدود ديال المانيا وفرنسا قال لك بغينا نبقاو نراقبوا الحدود ديالنا وما غيناقشوش واحد الموضوع ياهم تزويد الاتحاد الاوروبي او اكبر دول ديال الاتحاد الاوروبي بالخضر والفواكه والاسماك والصيد البحري والبطاله؟ دابا هاد الاسبان هادو اللي عندهم عشرات الالاف ديال المناصب في الصيد البحري واللي فقدوهم الى ما تجددش الاتفاق مع المغرب، واش هادو زعما ما يستاهلوش ان الموضوع يتناقش في البرلمان الاوروبي؟ رغم ذلك كل شيء خاف من ضياع المصالح ديالو بسبب اغبياء المحكمه الاوروبيه ديال العدل ورفضوا ادراج هذه النقطه هذه. وهذه توعد صفعه كبيره للجزائر، الجزائر اللي كانت فهمات مسكينه على انه من بعد القرار ديال المحكمه الاوروبيه البرلمان الاوروبي غيمشي في الخط ديالو، حتى الاتحاد الاوروبي والدول ديالو
غيمشيو في الخط ديالك. كيعتقدوا على ان الاوروبيين راه كيطبقوا القانون وكيطبقوا الديمقراطيه. شي هذيك المحكمه ديال العدل الاوروبيه ما غيطبقش القرار ديالها، وانتم عقلوا على كلام. شي هذاك القرار اللي داروا بعدا ديال على المستوى الفلاحي راه جمدوه لمده سنه حتى يشوفوا كيفاش يخرجوا الامور وكيفاش ينسيوا هذه القضيه ومن بعد يعاودوا مع المغرب. على المستوى ديال الصيد البحري حتى هما غيتراجعوا على داك القرار وغيديروا عاوتاني الاتفاقيه، وكنتمنى تكون بشروط مغربيه. الاوروبي بصفه عامه غيطبق القانون الديمقراطيه منين كتكون مسلكه، منين ما كتكونش مسلكه كيكون ديكتاتوري. حيت من المفروض ان المحكمه ديال العدل الاوروبيه الكلام ديالها خاصو يكون مسموع. مع ذلك لقينا اهم الدول التي تشكل الاتحاد الاوروبي واقوى الدول فيهم كيعترضوا على هذا القرار هذا وما كيمشيوش معاه، بالعكس كيدعموا مغربيه الصحراء. جراروا تكبروا تنساوه. ومره اخرى بيبا عمي كدبون، تحيه عمي كدبون، دائما تخدم المصالح ديال المخزن المغربي. كنا ساكتين كنا جالسين حتى كنسمعوا الدول كاع الدول الاوروبيه كتدعم مغربيه الصحراء. كنا جالسين كنا ساكتين حتى سمعنا بانه رفضوا ادراج مناقشه القرار ديال المحكمه ديال العدل الاوروبيه في البرلمان الاوروبي. وتشكون حنا. نكتفي بهذا القصف. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.